يا اخواني، احدى الصحابه بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير، قيل اسأله شايبه، والله انا ما ادري منه يعني ما يحضرني اسمه، لكن قالوا كم عمرك يا شيخ؟ قال والله عمري هالكذا، ما ادري قال 5 سنوات. قال يرحمك الله يا امير المؤمنين، حال حين شايبه تقول عمري 5 سنوات؟ قال كان الاول عمر كلب، ما هو عمري. الاول كان عمر كلب، ولا ادري يمكن الكلب افضل مني، لكن سبحان الله الان الحمد لله عمري بالاسلام بنيته والحمد لله، اللي قبله ما عده انه لي عمر، سبحان الله. وهذه يا اخواني الصحابه والتواضع مع المسلمين، وترى يا اخواني الواحد لما اسلم على يدك اخير لك من حمر النعم، الله اكبر، نعمه وارزاق، هني لك يا عبد الله. أيوة يوم انك صاحبت هذا واسلم ان شاء الله على يدك. المجيد نبغى نسمع منك عاد. الله يسلمك، هذا كرسي الاعتراف ترى. نعم.